السلام عليكم إخوان، إن شاء الله غادي نوضح جاتني العديد من التساؤلات عن كيفية عمل هذا الفخ التقليدي لصيد الطيور، سواء طيور مثل الحجال أو الحمام البلدي أو الطيور الجارحة. فيمكنك صيد أي طائر كيف ما كان النوع ديالو، كيف ما كان الحجم ديالو، سواء صغير الحجم أو كبير الحجم. إن شاء الله كما ترون هذا هو الفخ التقليدي، فهو فخ رائع جدا. أهم مميزاته عدم مراقبته أثناء الصيد، يمكنك وضعه والذهاب إلى المنزل وثم تعود وتلقى الصيد. إن شاء الله يكون الصيد جاهزا، إن شاء الله أن يقوم بعمله دون اللجوء أو تدخل الإنسان. وواحد الخاصية أخرى وممتازة، هو لا يؤذي الطائر، كما ترون لا يؤذي الطائر من حيث القبض عليه، لا يؤذيه، ليس مثل الصيد سواء بالقنص أو بالعديد من الأمور التي تؤذي الطائر. وهذا من أفضل مميزات هذا الفخ، فهو فخ رائع يمكنك عمله في المنزل، سواء لصيد الطيور التي تريد أن تقوم بصيدها، سواء هواية أو الطيور اللاحمة. كل شخص ما الذي سيفعل. كما ترون سوف أستعمل ديدان الأرض لصيد الطيور إن شاء الله. وإن شاء الله غادي نتحدث عن كيفية تلك الخيوط. هي خيوط عبارة عن تكون في صنارة صيد السمك، لأنها شفافة لا يمكن للطائر أن يراها. وتلك المسامير الصغيرة أو البراعم الصغيرة يمكنك شراؤها أو تكون في المنزل. عبارة عن مسامير تقوم بإلصاقها جيدا حوالي 10 سنتيمترات، وتعمل عقدة كما ترون على هذا الشكل، تكون سريعة الإلصاق في رجل الطائر. فأنت هذه المكان إن شاء الله التي سوف اخترته لكي أقوم بصيد الطيور. إن شاء الله هذا هو المكان، سوف نقوم بوضع الخشب على هذا الشكل. كما ترون طول الخشب حوالي 30 سنتيمترا مربعة. على الشكل نقوم بإضافة التراب لكي نقوم بتمويه الطائر، لكي يموه طائر على هذا الشكل ويسهل عملية صيده. الشكل من التراب عملية بسيطة جدا. ونضع تلك العقد فينا الفوق كما ترون، حوالي وضعت 20 عقدة لكي تكون عملية الصيد حوالي 90% أو 100%. إن شاء الله سوف نقوم بالقبض إن شاء الله على الطائر كما ترون. هذا هو المفعول من هذا الفخ. عندما يأتي الطائر يريد أن يأكل تلك الديدان، سوف يقوم بإدخال تلك الأرجل، وسوف عندما يريد الذهاب إلى الدودة الأخرى سوف تلتصق رجليه. هذا هو السر لهذا الفخ بدون أذيته أو بدون مراقبة هذا الفخ. وفخ تقليدي أستعمله العديد من السنوات. إن شاء الله سوف نقوم بتركها ونذهب، ومن ثم نرجع لكي نتفقدها. هذه الميزة الممتازة في هذا الفخ. إن شاء الله سوف نعود نرى ماذا حصل. كما ترون لقد عدنا. إن شاء الله قمنا بإمساك طائر هذا الشكل كما ترون. وعندما اقتربنا منه